أنا اليوم اخترت ماما لأنها الشخص اللي مأثر في حياتي، لأن ليلى قطاسي الأم ديال دنيا باطنة. دعم كله الدنيا لأن كنشوفها شخصيتي، حلم ما قديتش أنا نحقه اللي خلاني ما حققتوش العائلة بغوني نقرأ وهذا. هي شجاعة مع أي واحد إلا أنها توقف بوجه عائلتها. لهذا ملي شفت دنيا عندها هذه الموهبة ساعدتها من جميع النواحي باش تحقق الحلم اللي أنا ما قديتش نحقه، في نفس الوقت تحقق حلم ديالها. دائما كانت كتختار معايا الاغاني وكنهضر معاها في التليفون وكنغنيها لها في التليفون وكتصحح لي الاخطاء ديالي. ودنيا ماشي غير البنت ديالي، دنيا الصديقه ديالي. نعم اشتقت لدنيا واشتقت دائما صوره ماما بين عينيا، وكنحاول انني نعطي احسن ما عندي باش دائما تكون راضيه عليا. الجو الضحك اللي كانت كتخلق لينا في العائله وحشنا بزاف. نرفع راسها وريت بلادي، وكنتمنى يعني دائما تكون راضيه عليا. الدنيا ما كنبغوك بزاف وكنتمنى لك التوفيق. اليوم غادي نقدم لك اغنيه للفنانه احلام اكثر من ولا حبك، وانا عارفك كتبغيها بزاف، ونتمنى انني نرفع راسك ان شاء الله ونرضيك ونغنيها ونأديها باحسن اداء، وكنتمنى انها تعجب الجمهور كذلك، وما تنساوش تصوتوا ليها. أغنية للملكة أحلام بنسمعها بصوت دنيا بطمة من المغرب.
يا دنيا يا دنيا يا غرامي، والله لساني يعجز عن الوصف اللي عم بسمع الطريقة اللي عم تغني فيها. شوفي من الصعب جدا لما المشترك بده يغني أغنية لفنان أو فنانة بحضرته أو بحضرتها. يعني عم تغني اليوم لأحلام، وأحلام أبدعت طبعا بكل أغانيها، وبالأغنية هاي بالذات كانت مبدعة بطريقة الإيصال هذا الموضوع واللحن والغناء، غنته بإبداع. هلأ هيدي شغلة صعبة كتير لما حدا بده يغني بوجود الفنان اللي عم بغني له. أنا بقول لك بأكد لك أنك أنت استفزيتيها، استفزيتي أحلام، أنا انتبهت لها، هي بدها تشيل الميكرو وتغني معك. كانت أنت أضفتي للأغنية جمال، أدي الأغنية حلوة، أضفتي بصوتك جمال فوق الجمال الموجود. حسيت أنا عالم، العلم علم بلادك مطبوع بصوتك بأحبال صوتك. هالتزاوج بين الصوت المغربي والأغنية الخليجية كان شيء رائع بمنتهى الروعة. فبقول لك برافو 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 برافو. أنا أول مرة أشوف أحلام عاملة كده بجد. قد إيه أنا عاملة كيف؟ أنا اتعرفت على أحلام. أحلام من الشخصيات الـ 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 القوية، وشخصيتها في الغنى وفي الحياة يعني ما فيش حد ممكن ما يحسش بيها دايما. أول مرة أشوف أحلام قاعدة كده. قد إيه هي مستمتعة، قد إيه هي مش عارفة تقول إيه. ويمكن روضتيها يعني. يعني يمكن ده اكتر حاجه او احلى راي ممكن حد يشوفه، انه يشوف الفنان صاحب الاغنيه قد ايه هو قاعد مستمتع كده. احسنت. يعني انا حقيقه دنيا، انت اكيد تعرفين والجمهور والعالم يعرفون انت ايش تعني لي في البرنامج. يعني يشرفني انك غنيتي لي. يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه دنيا. بعد الكلام الحلو هذا احنا بنعرف مشتاقه لامك ولا لا؟ كثير كثير كثير. طيب طيب نبي نعرف، انت قاعد تحققين الان في عرب ايدل حلمك ولا حلم الوالده؟ هو حلمي وفي نفس الوقت حلم الوالدة، لأنها كانت بغات تكون فنانة، وأنا الحمد لله كنت من أن كنت تكون راضية عليا ورفعت رأسها، وأنا نحقق الحلم ديالها إن شاء الله. إن شاء الله دائما تكون راضية عليك. صوت الدنيا وخلوها دائما نجمة على مسرح عرب آيدل رغمها الستة في البرنامج، وأكيد التصويت بيبتدي في آخر الحلقة. أنا حقيقة أبغي أطلب من كل جمهور أحلام، كل جمهور أحلام يصوت الدنيا بطمة. هي كبيرة تستاهل والله تستاهل على راسي. شكرا لك دنيا، good luck for tomorrow.